ضيوفنا الكرام، مع عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس، تقوم مجموعات من طلبة السنة الأولى وطلبة الكلية من خريجي كليات الحقوق بعرض نماذج من تدريباتهم القتالية المتقدمة، مستخدمين فنون رياضة الكاراتيه والاشتباك والدفاع عن النفس، ليظهروا كيفية التعامل مع أكثر من خصم في آن واحد، وهي تدريبات تفيد في المواقف التي يمكن أن تصادف رجل الشرطة أثناء أداء عمله. يؤدي الطلبة تدريب بدني مبتكر لرفع الكفاءة البدنية والقتالية. تمرين الطعن الأمامي بالساقين، حيث يعد تمرين الطعن من التمارين الأساسية لرفع القوة البدنية لطلبة الكلية. يؤدي الطلبة الآن كاتات الوان كان، وهي عبارة عن تمرينات متكاملة لجميع حركات الكاراتيه المتتالية المعتمدة على افتراض هجوم من عدة أشخاص. يصطف الطلبة لتشكيل حلقات القتال. تدريبات زوجية متنوعة ومتدرجة الصعوبة لتقوية عضلات البطن. القتال الزوجي، طرح الخصم أرضا باستخدام ضربة الكوع من أعلى، شل حركة الخصم من الكوع والكتف وطرحه أرضا باستخدام الركبة، الانتقال لتشكيل المعينات للقتال المتلاحم. تدريب من 3 طلاب لتقوية عضلات الصدر والساقين والذراعين. الاستعداد لاقتياد احد العناصر الخطرة، السيطرة على الخصم واقتياده. القتال الثلاثي المتلاحم وطرح الخصم ارضا. الانتقال لتشكيل رأس السهم. تدريب من 4 طلاب لتقوية عضلات البطن والذراعين والساقين. مجموعة من حركات القتال المتلاحم والسيطرة على الخصم من الخلف. التصدي لهجوم ثلاثي الأطراف منفرداً وطرحه أرضاً من الرقبة.